قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها وما يجيب. بابك بحثك لباري أو اشتوك صلاة فاسدك، يعني أقل لن يوجك دا لقى لقل يوجك دا بكري أبو وتري مثلا يوجك خراو أبيت يوجك نيوج نعبي وكاد وهر وها باسي أو شجر كمكروه لن يجدع الجام دري يا بوتري وما يجيبو وأوشك بيويست بكري يا بوترياش. على متى نطق بلا عذر بحرفين أو بحرف مفهم مثل قي من الوقاية ولي من الولاية بطل صلاته. هر وقت كشخص مصلي لنا ونعجب بيع عذر نطق كاب دو حرف يا بحرف كحفك حفك لفهم خربي وكو قي قياني هوش بيوبي باشا إلا وقاية وهاتو بي باريزة مثلا لي لوي لا يوهاتو لي يعني بوبا ها ولا ولي يا لي أقل تلي أمر دروس كيف تلي لي لي يا لو هذا جاك وقت لي يعني أو شر يعني سر برستيب كيا هوش بيوبي آوا باطل صلاته لو جاك باطل أبي والضحيكو باشا حلو سعد القسيك بمعنى كيف زانين هل من زاني وحرامك بطل شيء تعزك فرقي وحرف مثلا شنو معناه بلا معناه هنا يك حرف نيوش بعطلنا هذي ولا شنو معناه دروس يك حرف بلا معناه شن حرف فيها نا زاني شو أنا أمانة بو كسان يكن كأجاب أحكام إسلامين يا بو كسا أبتا بختي وهاي لا أجا يك بأخرى وحالينون كم ترخمي أكري عايز له ولاتي مثلا درو بري مزغوتي قوا خابلين اگر كسك مثلا قسكالنا ونيجا بلد ويا بري نشم زاني و براسي شي به نيجا باطل چونكو كم ترخمي خويتي چونك اول شوين نشي او كدور بي العلماء يا تازه خو تازه مسلمان ني بيجي ولا ام تازه هات سنه اسلام وشتا كنا زاني هنا اوي وا تازه مسلمان يا دور المحل يك علماء ليا اگر يك قالو شتاني بو واقع ببي وبلي نمزاني و لي ورد جيري والضحك والبكاء والأنين والتنحنح والنفخ والتأوه ونحوها يبطل الصلاة إن بان حرفاني بيكنين بكاء قريان أنين نال نال تنحنح تنحنح نفخ نفخ يعني فوكر دنو أوانا تأوه وكهناسه هالكيشان ونوعه دربريني ايشو جان ونحوي امانه نيوش باطل اكنو بلا اقر بدم بيكنينكو يا بكاكو يا انينك يا هركا مكان دو حرف اشكراب بي بي دو حرفيان بي واشكراب بي وقت يقنيها مثلا كابرا نالا نال اكا اعوى مثلا في خمسة أنا وقارن أنا ذري بعد مش على إنه جاد قري. أو في شهر هنا نوجي يا. بيت الشين قري. بس. كشر أواية الريش أبو نواية. باش. ولكن فإن كان عذر أجر هاتوا اللي يواب ودر هاتني. بو يكيق آلوان حرب هاتا درو أقا عذري لآراد أبو بي أن سبق لسانه باشا بجوري كواك الزماني سبقتك أو غلبه ضحك يا بيكنين زوري بوبيني أو سعال يا قوز زوري بوبيني أو تكلم ناسيا يا لبيري نبيقسك أو جاهلا تحريمه يا نزاني حرام بلامك نزاني حرام نبا مطلقي بل كل قرب عهده بالإسلامي باشا يعني شو كتعزم مسلمان بوا وكثر عرفان باشا وأوشتي شكا أوهات وبدميا عرفان زور به بانش يزاني به هر أبطله شن زوري ود كعك كتوجو إنه شكا وها مقصش يا مثلا هذا ولا وإن قلف له أما أجر كم بحرف ودوان وسيان وشتبه أو قصيبونك ولو علم التحريم وجهل كونه مبطلا أجر بزاني حرامة ظلام جهل كونه مبطلا ولأن زاني باطل كنندية يعني أزاني مثلا حرام أقر قصبك ولي بيوانية يعني أو بوين زاني وكأقل لن يجا قصبك بأن يجغي باطل أكاته حالبين
أو قال من خوف النار آه يا لترسي آور آه يكي كرد كدو حرف جاء بطلت نيجي باطل أبي ولو تعذرت ال أوش تكترى ولو تعذرت الفاتحة إلا بتن أوش تكترى دوي أولي ما حال بيخوت أبي خبرش ما مستوى ولا رجاني في ده دقرين أو دقرية أخبار شو في شاربو هنا نروكو الله حكو سعالة كبر أسري في شاربو واية أقول كابرة تصنعين خوي لخوي وخوي نقرياني أقول واقعا قريانا قال لي ضلوبي وهلقلي فرق شيء كاكا صلاتي نهاته أي قبع ورمي دعالك اللهم حرمنا على النار أقباسي وباسي أواكا يعني أقر دعاء خطاب بشخص يقنبي هر دعاء يقل نوجه بكي نوجه قباطلني باتن ماك. أري نعم وغيري دعاء. نحن كتونا نرجع نسكبه وكرو داي ولو تعذرت الفاتحة إلا بالتنحنحي جاري وهي إنسان فاتحة لكاتك ك جركت نج إمامي مثلاً نج مغربي وخب بدن بدن يبرز بإخواني وأمانة لو كاتا تنحنحي نج أول برجر وباكونا كي مثلاً بناي. الله ولو تعذرت الفاتحة إلا بتنحنحي تنحن عليها هو تنحنحي كعرزك حاربي وإن بان حرفاني بادو حرف جدرك ولي وإن تعذر الجهر جاء ونيا نقب وجهرك نم يعني أو تنحنحنك بوين أخويني ولا جاري واهيا بوي دخوين ريب بلان بو أو بجهر بإخويني نيازي بتنحنحا أمر أخريك ويكا بسهي الله وإن تعذر الجهر بها لا باشا لا به تركه وأسر بها ولا يتنحنح له وإن تعذر الجهر بها إلا به وإلا به إلا به أما غلط نوسي تركه وأسر بلى بلى يعني أجر هاتوا جهر متعذر بمجر بتنحنح يعني بو كلمة مثلا جهر بفاتحة متعذر يعني ناممكن بو مجر بتنحنح شيء كان تركه وتنحنح ناك حربي وأسر بيدي نوش جيبها طلبه أي بول كمان أو هر نيدة تواني أجر تنا بيخ بيني فاتحة عقب وندرخ بندرة بوجهرك حقيني وأسر بها حربي بس الريخ بيني ولا يتنحنح له تنحنح يبوناك أي دي ما قال مأموم بيستاوي ربو خردوها سبحان الله ولو رأى أعمى يقع في بئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيره يعني أجر أم كابرايا كلنا ونوجا قراري قرتوه ونعش بيقصبكا أجر كويرك بيني واي أزانيك بوابك كويرك أجر كتي كويت بيري يا نحوي بيري لشالك كويت خواره ولا ديواريك ومسلا للروشنيك ويان وجب إنذاره واجبه هشتار بو كويرا بدا بنطق مرو كويرا مثلا كوي خواره كي إن لم يكن بغيره لم يمكن بغيره أجر بغير نطق بشتية تربوي ممكن نبي حاضرين مثلا سبحان الله كي الله وشو وانا مو حاضرين كويرا رانا أجر ملا كويرا ببعض يشد حالي أبي مثلا وكو أين تذهبون يكي بو بلا إلى نيوزكا فأين تذهب وهو قرآن شو فرقي هي أو نبو شيك ما هو اللي فأين تذهبون بلا موخ يعني رنقة أو بتاء ولو يشاء شيء الزمينة مساعدة بوتي قشني كويريش يعني لو أني أم بتوني بلا فأين تذهبون كويرا بلا حل قمنيني ولا تبطلوا بالذكر أها نيوش بذكر أو جواب يقصكيت ولا دعاك وتبطلوا بالذكر لا ولا تبطلوا بالذكر تبطلوا بالدعاء بلا أها بذكر باطلوا ناوي مثلا سبحان الله الله أكبر الحمد لله وأنا ذكر ولي وتبطلوا بالدعاء أما خطابا بدعاء خدا أنا مثلا بيجي اللهم اغفر لي باطل ناوي خطابك ولا خوايا مثلا وكن رحيمك الله دعاء بك سيكي يا كابراء وارد دي الله سلام عليك عليك السلام دعاء آخر ولا شن خطابية باطل أبي لا غيبة كالرحيم الله زيدا عوا مثلا قلني كابرا لا زيدا بجي جي او بيجي رحمك الله بيجي رحم الله زيدا نيجي قبات النبي حاضر ولو نابه في شيء في الصلاة سبح الرجل وصفقت المرأة ببطن كف على ظهر أخرى لا بطنا لبطن أقر هاتو اشتيكي توجبو لنو يجا وكو اشتباي إمامك
مثلا إمامك اشتباهك كردو مصليك زاني جاء مأمومك أقر فيه وبي سبحان الله هو بوه أقر جنيش بي باشا آوة با أو بري دسي راسي أدا لا بشتي دسي مثلا شابي حالبي لا بطنا لي بطني نق آوة بكا باشاق للرزا هو نقا حالبي باشا ولو تكلم بنظم القرآني وكو يا يحيى خذي الكتابة وكو بلا كتابك اللي بدسي من ركانا لاوة أبو ترفك تيقياني لا حكمك شيء وقصد إعلامه قصد إعلامك فقط هروبه أو أطلق يا مطلق به هيش قصدك نبيه بطلا أما أو تلاوة فقط أو تلاوة وإعلاما فلا أقر هر قصد تلاوة يشي به ليوا يا تلاوة إعلام هر كياني ما بز به أو نجي باطل نابي باشا بس كابا خو جدي سريني لو كاتال خو سورة فاتحة خوينا وفاتحة دسكي بخو بلي يا يحيى خذ الكتاب وانيا حتما هدفك ده ليوا خب هدفك شيء تلاوة إعلام أبي هدف هم تلاوة بي هم إعلام بي إن الأخو مثلا أجر هر إعلام يرد بي بدون تلاوة أو إيش باطل يكاد شنو أول نذكرة ندعاء عائشة وتبطل بوصول عين وإن قلد إلى جوفي عمدا وغروجو أجر عينك مثلا شتيك داري جرم بي آوة وقت واردين او قروبه مشيت خار لسكو با كميش به او ديار لجوف درشو او روجوك باطل اي كره نجيك باطل ابي او شروابي وكذا اما اقع عبدا وكذا سهوا نقا سهوا يبرا او جهلا بالتحريم يا جهل بالتحريم اش به ان كثر عرفان اقر زور بي عرفان كعكتي كينا خوتنا انا خويا نجيك يعني وكيل يدان لا اري اري يعني اقر نخل لدم يا بي لا إن خلد منك أجا كم بي حال ببوسه هو نكيا ما هبو عمد نكني ورانا أجا عمد بي بلى قلد يا قلد غير قلد هر يعني هذا وقت لدان الدليني وساتنا يعني وجه كذا أجا كرار والله بيني درو أو بس نوكي زمان بيخي درو بلى ولو أو أثمان أمجارم بلى وكذا وتبطل بزيادة الركنين فعليا كالركوع عمدا لا سهوا بلى يعني باطل أبيتو نيوج بزيادة ركنك فعلي يعني تو مثلا نيوج كذا دوج الركوع بري مثلا حالبي ولا عمدا مكاربكي وكابرا جاني جانا سري كربي نك سهوا سهوا قبوي واقع بهم لا بقولي عمدا نقبل ركني قولي عمدي كتكرار الفاتحة بس كابرا وقت واشي فاتحة اخواني انسان لغفلتها بوا برهك اللي اخوان دا تما شاقي يكون اخو من مثلا بسم الله يا كم نكر يا الحمد لله كم نود يا الرحمن الرحيم كم نود باب شما بو اول او قيناك يا تشهد يا او قراءتهما في غير محلهما يا قراءتي يعني غير مثلا تو ويساي أشياء سورة فاتحة أخواني ولا كتماشاك يقدر دفع متوجيه بي تماشاك تحيات أخواني يا بس لداني شتيب وتحيات أخواني دل سورة حمد أخواني مثلا هو باطل ما يتويتر حربين الكوتو شوربو أو يتخبنو وتبطل بزيادة فعل ولو سهوا من غير جنس الصلاة إن كثر متواليا كثلاث خطوات أو ضربات متواليات لا إن قلك خطوتين باشا او كثر وتفرق بري وهل وها نيش باطل ابيتو بزياره كردويه بابا سهويش به ولك او كردويه كتو انجامي او لجنس صلاتك النبي ان كثر اجر زور به باطل ابيتو زوري متوالي به يعني زوري لسر يقبه هنا اجر زوريش به لدو شويني جيا جيا لدو ركعات مختلفه بقيناك كثلاث خطوات سيهن او بني يا سيه زربه مثلا لشتيك بوشيني متواليات بدوايك لا إن قل نكم بك خطوتين دو هنقاو بشيت دعاء بيتبرو مثلا أو كثورة يا زور بولي وتفرقا وش قيناك متواليك أي مشكلة بحيث يعد الثاني منقطعا عن الأولي يعني متفرق ببجوري كوا دو مكب منقطع الأول كبجمير دري فإن فحش كوثبتين بطلت بلام أقر تكانك يعني أو فعلك تؤنجامي أديش تيكي فاحش به وقوثبك بازيك ببي هو بازا بي لشون يقول لخوة خيط خواله يا يكسر وكو تنابل يدان اقر يكسر خلق خيطو
لو كابرا بوالي بار هلا خاد وراب حوا عربي أعور رابر وباطل أيتر أي بس هاي جمارك شيل بها أول شيء ما في أول نعوج أو عزره يا من بدون عزر قصاك ولا تضره حركات خفيفة كحك بأصابعه وإدارة سبحة وبره وبره زرر يبون ويجنية كومر حركاتي وردة وردة وكو خراندن بقامك مثلا ايرت خراوة باشا اما كيوامت اما حركة حصيوة ولي قامك اللي داناوة حد يخريني دسنها ولي تخوالو اما سطح حركة في انجام دها ولي اما حركاتي خفيفة مش قليني يا إداري سبحان تسبيحك بدسوة يا اهو حالبي أو بخفيفين ياك ولا سكوت طويل أوه نوجكم تسبيحاتش وبيدنجي فريش بازم زرالينيا مثلا بين بيوسي أمانة وإشارة مفهمة من أخرسا يا إشاريك لفهم خربه إشارك لك سلال الروبدا كابري لالنيا يعني إشاريك قال نوجك نوجك باتمامي وتكره ومكروها وهو النيوج مكروها وهو يدافع الأخبثين لكاتك بربر كان يقال لقل دوشت أخبث كذا ميزو بيساي باشا بيساي زوري بويا ناو يا مثلا ميزوري بويا ناو بلا موهر الله نيوجكم كم وبحضرة طعام يا مثلا لحزول طعام خوارد اللي بدان راو أمي جربا نيوجكم كم حاربي أو شرابين يا مثلا نوشي دنيك وق نوشابيك وق دويك مثلا وق آويك كأم يتوق إليه علاقي بياتي إلا إن خشي خروج الوقت ما قترسي خارج بني وقتك وكل باخرة بكم أي جماعة ها أي جماعة شون جماعة ساعة عن جماعة أبرا أشار جماعتك كم تزدرش ويكره تشبيك أصابعه يعني مكروه تشبيكي أزعوى وكتور عربيك شبكة دروسكي ماشي والالتفات لغير حاجتين قتكردين عظم لابرواني بو لابرواني لبر ببيئة وكاحتياجك به والرفع بصره إلى السماء هم أن مكروها أعوى اللي جابرواني بو عاسمان بزين روش قرايا والنظر إلى ما يلهيه يا سرنجي اشتيبك كأوشتا أم غافل أكا مثلا لو أنا أشكي تو بالعوا بلا تشاويش تمشى تلفزيونك كي حالبي وكف ثوبه وشعره يعني قرتني مثلا لباسك يا قرتني موكي لو كانت أنا كنوجق أو أنا بقري مكروها ووضعه تحت عمامته باشا يعني مثلا موكي سري لجر هناك بك بجر عمامك يا ومسح الغبار عن جبهته يا مثلا دمو شايب رخوش في اولي كاتو لنيوجك والتثاؤب مكروه البغي تثاؤب يعني باويشك او دم داش رباويشك دا قنا كن قري ديار مثلا فان غلبه اگر هات باويشك خو بخويني اگر زوري بو هنا وضع يده على فمه اوا دستي لسردمي دادن من اوا من كرواري او بشتي دسي شفي اواليك اذا تثاؤب احدكم في الصلاه وليأمر فيه ولا عيده على فمه والمبالغة في خفض الرأس في الركوع بعض مكروه مبالغة كي لدانوان دني سر للركوع زور سر دانواني وولع يده على خاصرته بعض مكروه لن يجا كابرا بجيغي أو بدز بقري أو دز لك لكي داني زور سيد وخوابي ما بي دز لك لك دز لك وابي بنزلي من الفرقة أو كهر نوجي لسر ميحي لا أمامك أواني هيا أواجيه كارن أبو أوابي. والبصاق قبل وجهه أو يمينه أو مكروها أي شيء بكال لي والله بل عن يساري بك بلا شفية مثلا في ثوبه بك تنو مثلا اشتيك لباس اشتيك بيدي أو تحت قدمه يا أقرب ويكرابك بجير بايو مثلا. أيش البصاق تفا جاء شو بك بيا نا قبل وجهه ويميني بل عن يساره لا شيء في ثوبي يا جبيك أنا نجوى أربعة أجر للسحرة وشتاب قينا قبل لا شيء بفرينا حاربي ولي أجر مثلا أول لسفر شو أو جورش تعنبي بيا بويا باشا هميشة آخر يوم من يجاكين أصلا لباسي إيه شيء نية
وكابرادي أو كراس وشوارا نبي حشي لبرانية حربي بلام نية أو جاران أو خومان أو ميزر هي أو بشتين هي دسمالي بجياب هي كابرا أو أنا بوانا شاكنيني خوف ولي الصلاة شروط وأركان وأبعال وسنن يعني بونيش مثلا شندانا شرطي هي شندانا ركني هي شندانا أبعال هي شندانا سنني هي أوي كاليرا في وتراء السنن ويا كلفة قلبها في الله هيئات هذا حر أري فشروطها ثمانية طهارة الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب المناهي المذكورة أوانيك وثمان نيوش باطل أكنوك وهي الكلام والأكل والفعل الكثير أم جار يكيت الله شرتكان ومعرفة دخول الوقت ولو ظن باب الظنج ببزاني وقتك ياتوا والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها وزناي ببيب مكان من يوجه فرزة وشوني بخويني مثلا فمتى أخل بشرط منها بطل الصلاة خلل بيك لو أنا بقيني وش غيبات الله مثل أن يسبقه الحدث فيها ولو سهوا مثلا كويك لأنه نوجكا سبق كرة حدثك وتسبليه يشتعل نوجكا إلي نبوته آخر ذني سبقه بو مسابقة باشا شونا كابرا لنوجايا أم بريوية نوجكا تواوكا باشا بايك جدراو سكيا بري ويا قريك برواد الدراو هشتا أم لن يوجك لي نبوته باكا كوتا برأم حاربي أولو كاتا ديانا نوجكي باطلا با حتى سهويج به أو تصيبه نجاسة رطبة ولم يلقي الثوب يعني مثل نجاستك تري ليكوتوا ولم يلقي الثوب باشا يعني ده لباسكاني كوتو بلان ده بدنك ده بدنك من لباسكاني هو يلقيه ايوش او بلا مكيابسة فليلقيها بيه اوش ولم يلقي او تصيبه يعني نجاستك ليدري لكابرا نجاسة نجاستك تري ليدري باشا ولم يلقي الثوب للباس بدني كوتبي وادي أرى هل بدني كوتبوك إلى دمو شاي كوتبي إلى قاشي كوتبي مثلا أو يابسة يا نجاسة كوشي وتباليكي في أدرابي حالبي فليلقيها بيده عادة مثلا تبالي لي أخراوة بهينك بسر كواقي يا مثلا بينك منال يشتيه لولا هل يخستوته كوتوته سرقم حالبي فليلقيها بيدي باء من نجاسته بدسي خوي خات اخواره او كميه حالبي يا بكمي خوي بلو بقولي كراسكين مثلا دايتك يعني فريده او تكشف الريح عورته يا لو كتاب بايك هاتو اما هو بارشيكي جرداماني لبردا يا ابو اخواره اگر بايك بيد لبارشيك بدا اوايليكا تعباكي دركوي باشا يا ممكنه هر او انا زي بس شورتي لفادا يا رنقه عورتي درناك به اين اوي كايما بيان عورت بلا او شوين انا كدبي داي بوشي بيني وكو اجنو قسمت كي درك به حالبي او وقتا او تكشف الريح عورته داي وتبعد السترة سترش دور بي ليوي يعني شتيكا او سترة منا اوانيكا او اي قريب اخوان باشا سترة ولي دور بي يعني شتيكا قرك بخوتي بتابوشي دور بي لو كاتا او يعتقد بعض افعالها فرضا باشا يا معتقد ب بعض زيك مثلا اها وبعضها سنتان باشا ولم يميزهما يعني عقيده وابك بعض الى كردوين يوجكي بركي فرزه بركي تري سنته ولا نازني كاميانه فرزك وكاميانه سنتك هي وجبت واديره اشي بزان يعني اعقاب بفرز سنتي يوجك فلو يعتقد ان جميعها فرل باشا أجر عقيدة وابكشتي فرزة أو بادر بإلقاء الثوب النجسي يا شيخ يراك مثلا بارشيكي النجس داخا وقبر مالكي بيس نوجك إلى سركا وبنفل اليابسة وبدا تكاندني شتا وشككا أو يكهين بوا حاضبي وستر العورة لم تبطل أما لا أجر عقيدة وابكشتي أويا فلو اعتقد أن جميعها فرلون ونيا يعني سنة كان بفرز يعني بلو بيوابها مو فرزة عقيدة وايتر باشا أو بادر آخرة لهي أولانية أويك نجاسة تركي لي وبو ونبو
وتي أها ولم يلقي الثوب مثلا بارشي بيدا ندا بارشي دا نخز مثلا مكانا كان يو عرزك كهيا باشا نعم سلام الله وسائل كلاوكي بيسايل يكوتو آفرين فرين دايا تأولاو حالبي إيسا أم هاتوا شيوا بعد الربيع إلقاء ثوبي ثوب النجا أون ثوب النجا سيكلا بريا بيسايك ترايك تيوا شو فريدا تأولا باشا أوتي أقل أقف فرين داتا لبرخوي داينا كانية فرين داتا أولا ونجغي باطلا بويا بيسيج قالكي نو لباسك داكني بلام أقل أو بيساي اللي كوتوا أو دايتك يعني مثلا هو نجغي باطلا هانا فريا بيسا يا أقل هاتو مثلا باكا هاتبو هنا كي عورتك كشف كرد أقل أو خيرابي داتو بيكا نجغي باطلا بيت وأركانها 17 النية وتكبير الإحرام ثمان من أخوان دوا والقيام والفاتحة يعني قراءة فاتحة والركوع والطمأنينة والاعتلال والطمأنينة والسجود والطمأنينة والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلوسه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى وترتيبها هكذا أي أبعال كابية ولا ستة تشهدي أول جلوس وتشهدي أول صلاة سر النبي لتشهدي أول أمسيان وهروها وآله في الأخير وصلاة على النبي فيه وآله في الأخير كانت دوانا ولين رنق هربيك دانابا شنك أقر مثلا تشهدك يك تشهد تشهدي أول يك جلوس وتشهدي أول دوان صلاة لسر النبي لهردك يانا أمسيان قنود أما شوار قيام بو قنود أما بينج وما عدا وتراسك كانت دو صلاتي تيايا عربي لتحياتي أولا أنية تحياتها أولا كد تواكر بلي اللهم صلي على محمد أما أبعالة باشا أما جزي أبعالة وبعض لتحياتي دو ميشا مثلا قالوا اللهم صلي على محمد وادي أما يتبهاياني تحيات هاتوا دواء وكوتوا على آل محمد أوش بعضة أوش بعضة بلا 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 منظور ويا بعزك بو تحياتي أولا تماشاك لتحياتي كما تحياتي كم خوشي هر بعزة صلواتك إلى سر في غنبري كتيات لي أدري هر بعزة بلا تحياتي دوم ركنة صلوات لسر محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد أوجه الركنة بلا بعزك كامية بلا وعلى آله أوى هنا أبعزك يا بلام ديارة اختلاف فقهاء يا ما هي لواء كآية صلاة لسر آل واجبة يا سنة أما لسر سنة كرو يبوا يلا بعضه حارم بعض بوكي ضل بعض والله أما لبر أوي شنك زورت اللواني تر سنة تريكة زورت السنة بجوري كيوا كجريك على ما نتركري سهوان سجس سبب وسنة أدوية إخواني سيدي. أول ما رسام سيدي وهو ما يجبر تركه بسم الله. يجبر. يجبر تركه بسم الله. بسم الله سوي. بعد سوي. ولا بعد. أخذ باشا هلا برأوا أهمية زور سنة بونا كهاتي. زور تلوائية السنة. هذا ما سيدي هذا واقع. موفق إن شاء الله. فالبعض من عباده ما يجبر تركه بسم الله كما سيدي وسبب أعظم يقربها.